هي كانت أخبارنا الثقافية لليوم نور، وهلأ وصلنا لمساحتنا الطبية ومن وحي الطبيعة وعالم النباتات وشهر تشرين الأول المخصص للتوعية بسرطان الثدي، ورح نحكي عن أهم خيرات الطبيعة الأم للحد والتخفيف من سرطان الثدي مع الدكتور شادي الخطيب رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي وعضو نقابة صيادلة سوريا، رئيس مكتب الإعلام والبحث العلمي. سعد صباحك دكتور. صباحك. يا هلا فيك. يسعد صباحك دكتور. ضمن شهر التوعية بسرطان الثدي يمكن استضفنا دكاترة كتير وحكينا عن يمكن العوامل اللي بتأثر أو بتهيب الخلايا، منها نوع الطعام يمكن والمناخ. خلينا نحكي أكثر يمكن أهمية التغذية لسيدة اليوم، الرجوع للطبيعة فينا نقول. تمام. أول شيء إحنا يعني مفهوم الإصابة بالسرطان يعني تاريخيا هناك دائما خوف من هذا المرض اللي هو يعني حمل العديد من الأسماء، واليوم نحن بتنا في مكان نستطيع أن نقول أن هناك أصبح ما يبشر بعلاج هذه الإصابة، وأصبح يعني شأنه شأن بقية الأمراض، إصابة تحتاج إلى معالجة. طبعا ما يتعلق بموضوع ما نسميه prevention أو منع الحدوث الإصابة مرتبط مثل ما تفضلتي حضرتك بسلوكيات صحيحة، وخاصة ونحن عم بيصير في عنا كتير إساءة لاستخدام التكنولوجيا فيما يتعلق بصحتنا. فنحن اليوم فيما يتعلق بموضوع خلينا نقول الجذور الحرة، هي المركبات الأساسية العدوة لجسم الإنسان التي تنتج بشكل أو بآخر عن طريق هذا التطور الهائل الذي وصلنا له من خلال التحضير السريع للطعام، الطهي بدرجات حرارة عالية، استخدام الميكروويف في بعض الأحيان، اللي بيكون بعض الأحيان أيضا استخدام خلينا نقول التكنولوجيا اللي هي العلاقة بالإشعاعات الصادرة عن استخدام الموبايلات حتى في يعني وهي يعني مقفلة. كل هذه الدراسات التي هي دراسات إحصائية عم تحدد الأسباب التي تكمن وراء هذه الإصابات المتكررة والتي باتت تشغل نسبة كبيرة جدا من سرطانات الثدي إلى سرطانات المعدة، الحنجرة، البروستات وغيرها من أنواع السرطانات اللي بتنا نسمع فيها نحن أو سرطانات الدم. اليوم الأساس أنه نحن نرجع باتجاه الطبيعة بشكل نخفف من استخدام المركبات التي طرأ تشوه عليها، هي المبدأ الأساسي. نحن زي ما نعرف لما بتتشوه بنية المركب الكيميائية ينشطر إلى جزيئات نسميها جزيئات حرة أو جذور الحرة السامة للخلايا. هذه الجذور الحرة يعني من أهم ميزاتها واللي هي خطيرة في ذلك أنها تهاجم كل الخلايا في الجسم وتستطيع أن تغير من شكلها وتؤثر على وظيفتها. صرنا نسمع حتى بأمراض مناعة ذاتية، الجسم عم بيهاجم نفسه، كمان مرتبط هذا الموضوع بهذه الجذور الحرة. كيفية التخلص من الجذور الحرة موضوع ما نصعب. اليوم نحن بكل بساطة، أنا دائما بضرب مثال، نحن إذا أخذنا قطعة موز قسمناها لقطعتين، جزء منها حطيناه بعصير برتقان والثانية خليناها معرضة بشكل مباشر للهواء، راح نلاحظ أنه تخربت القطعة المعرضة للهواء، أما اللي موجودة ضمن عصير البرتقان اللي فيه فيتامين سي حافظت على حيوية ونضارة يعني البشرة الخارجية لقطعة الموز. ماذا يدل لنا ذلك؟ أنه نحن بإمكاننا نحن نحافظ على بشرتنا، نحافظ على جسمنا، نحافظ على خلايانا باستخدام هذه المركبات المضادة للأكسدة. إذا مفهوم مضاد أكسدة هو مفهوم مهم نحن بحاجته بشكل يومي من خلال استخدام المركبات التي تمنع وتحول دون الأكسدة. مفهومنا لمضادات الأكسدة كمان يمكن ضمن حدود، يعني مو نقول انه يجب اخذ المضادات الاكسده بكميه معينه، مو اكثر اذا ناخذها. يعني انت بنتيجه في عندنا شيء جاهز بالصيدليات كمركبات وفي عندنا مركبات فينا ناخذها بالطبيعه. فنحن تركيزنا على الطبيعه، نحن اليوم هون عم نحكي عن انه نحن بامكاننا نستخدم مقتنيات الطبيعه من اعشاب طبيه من اغذيه صحيه للمساعده بالحول دون استمرار هذه الجذور الحرة في معركتها ضد جسمنا، وبالتالي نحن مثل ما تفضلتي حضرتك ضمن جرعات ولكن هي بحاجة إلى أن تكون مستمرة ومديدة. يعني مثلا نحن عم نحكي عن اللينوليك أسيد اللي موجود ببذور الكتان مفيد جدا، نحن عم نحكي عن نبات اسمه جينكو بيلوبا هو يعتبر نبات الأول في العالم لكسح الجذور الحرة، عم نحكي عن مركب سوري مثلا مثل إكليل الجبل اللي هو متوفر وموجود بحياتنا وفينا نستخدمه، بعض المركبات العطرية مثل الزوبع والزعتر، المركبات هذه لها
لها دور ايضا خلال الزيوت العطريه كمضادات للاكسده وكاسحه للجذور الحره. ايضا هناك مركبات مثل الجينسينج اللي هي ممكن استخدامها لايضا التخلص من هذه المشكله اللي هي موضوع الجذور الحره. بالمحصله نحن نتحدث عن استخدامات مديده ومستمره لمواد تحافظ بشكل او باخر على بنيه وعلى خلينا نقول حيويه ونشاط الخلايا دون ان تتعرض لهذه الاصابات من المركبات السامه. طبعا لما بصير في عندي اصابه يعني دكتور يختلف تماما الموضوع. في عندنا هلا هون شقين، يعني اول شيء شق وقائي تمام. ممكن نلجا لهالمركبات الطبيعيه لحتى نقي حالنا من الاصابه تمام. بهيك امراض، وما لازم نهمل هالموضوع ابدا لانه بالفعل الوقايه خير من العلاج تماما، يعني خير من العلاج. لازم نهتم كثير بمشروباتنا وغذائنا وخاصه هالمركبات الطبيعيه اللي حضرتك عم تحكي عنها. دكتور اذا انتقلنا للاصابه قديش ممكن المركبات عن طريق الاعشاب والطب البديل ممكن يساعد بالتوازي مع العلاج الكيميائي اذا فينا نقول لحتى المريض يقدر يحصل على شفاء جيد؟ وايضا يمكن بعض الدكاتره اللي استضفناهم خلال هالشهر اكدوا على اهميه العلاج بالاعشاب لكن تحت استشاره الطبيب، ويكون في ترافق يمكن لهالعلاجين مع بعض. شو تنصح بهذا الموضوع؟ أول شيء يعني المشكلة الأساسية الحقيقة بأنه نحن اليوم تعريف طب الأعشاب عم يكون خاطئ عند البعض. مثل ما تفضلتي حضرتك هو طب مكمل، وبالتالي يجب أن يكمل العلاج الكيميائي أو العلاج الشعاعي أو الطرق العلاجية اللي تم اختيارها. الأمر الآخر مهم جدا، يجب أن يكون مسند بالبرهان. نحن اليوم أي يعني حديث هو عبارة عن نقل كلام أو معلومات عمن سبق نحترمه، ولكن يحتاج إلى تدقيق وتمحيص ودراسة. لذلك وجدت مراحل الدراسات السريرية والدراسات في الزجاج وكل الدراسات التي تستطيع أن تستنبط من هذه الأعشاب أدوية ممكن يعني استخدامها في العلاج. في مثال كثير ناجح هو نبات اسمه التقصوص، يعني حينما تم اكتشافه بأنه له دور مضاد للسرطان تم تطوير صياغ، والبحث استمر بشكل كبير في الغرب حتى وصلوا إلى صيغة مركب سمي تجاريا بالتاكسل اللي هو مشتق من هذا النبات. إذا يمكن تطوير مركبات معالجة بدءا من النباتات الطبيعية. اليوم نحن خلينا نقول بشكل بسيط في عنا نباتات حقيقة تشكل يعني هدف للدراسة والبحث. اليوم في نبات الدبق أو الهدال، هناك أيضا نبات الخربق، هناك أيضا الشوفان له دور مهم جدا ويعني يتم دراسته لأنه يحتوي على مركبات نسميها بيتا جلوكان. بيتا جلوكان له مستقبلات على سطح الخلية البالعة، وبالتالي ممكن أن يساعد على تحفيزها، وبالتالي ما نسميه نحن بتعديل الرد الفعل المناعي ليصبح أكثر خبرة في يعني مواجهة الأخطار المحتملة أو مواجهة السرطان أو مواجهة أي شيء يهاجم الجسم من مصدر خارجي. حاليا نحن عم نشتغل بسوريا ببحث مهم جدا بجامعة الأندلس بالتعاون مع هيئة التقانة الحيوية ضمن اتفاقية للبحث على مركب تم اكتشافه، هو نبات تم اكتشافه في منطقة في ريف دمشق. حقيقة يعني حسب المشاهدات بأنه هو يعني نتائج يعني مميزة جدا، فنحن أخذنا على عاتقنا أنه نحن نحول هذه المشاهدات اللي هي مشاهدات شعبية إلى دراسة. هذه الدراسة تكون منهجية وفق إجراءات يتم تسجيلها بشكل رسمي ونشر البحث خارجيا للوصول إلى معلومات قيمة تفيدنا بمستخلص نباتي من مصدر سوري يساعد في علاج سرطان الكولون. امتى المستخلص ممكن؟ حاليا والله عم نشتغل عليه نحن كفريق بحث. بوجه الشكر لكل الزملاء الباحثين بهذا المجال، والحقيقه نحن بحاجه دائما نقيم المعلومات. ما بناخذ اي معلومه بشكل هيك عام وبنستخدمها. يختلف ذلك عن نحن لما بنشرب مشروب صحي بغرض الدعم فقط، يعني بمعنى انه انا اليوم اذا اخذت شوفان هل هناك ضرر؟ لا، بالعكس انا بفيد اذا في عندي مشكله انه آزر. هناك بعض النباتات مثل ما قلنا الدبق الهدال كمان له دور مثبت بانه هو اسم النبات اسمه فيسكوم البوم يساعدني في علاج السرطان. بنقول نقطه مهمه، في كثير ناس عم تروح باتجاه الطب الشعبي
وتترك العلاج الكيميائي. اللي بيصير فيها بأنه هي تتراجع الحالة بشكل كبير جدا وممكن تؤدي إلى الوفاة. هي نقطة كثير مهمة دكتور، لأنه كثير مهمة، كثير من الناس تروح للطب الشعبي. لا ابدا ابدا، لا نروح ونترك الطب يجب الاساسي. يجب استشاره الطبيب والمراجعه الدائمه بالتوازي اذا 100%. في اعشاب مساعده أو المشاركه. هي الفكره المشاركه وليس الاستعاضه تماما. المشاركه هي المبدا الاساسي واللي ممكن يعطي نتائج. الحقيقه في دراسه ثانيه عن استخدام العسل مع ما نسميه نحن الذهب المعالج، الذهب البيور اللي نحن بنلبسه ويستخدم هذا، يتم معالجته ليوضعه ضمن مركبات هو والفضة. تمام، هي كمان دراسة عم نشتغل عليها بسوريا. الحقيقة كمان مهمة، وكمان في دراسات عالمية عن الاتجاه أعطت نتائج مهمة جدا للأشخاص اللي عم بيكون في عندهم مشاكل مناعية. والحقيقة كمان في يعني أحد الأشخاص الكيميائيين اللي هو حاصل على عدة جوائز، هو سوري، الأستاذ خليل، عم يشتغل على هذا الاتجاه ووصل الحقيقة لصيغ مهمة جدا ممكن الاستفادة منها. اللي بدي أقوله بالنتيجة، من يصاب بسرطان لا تعني نهاية العمر أو نهاية الكون أو خلاص نحن رايحين باتجاه وفاة 6 أشهر وانتهت الحياة. العلم تطور بطريقة أصبح هناك إمكانية للمعالجة. طبعا في أنواع من السرطانات، ما كلياتها في محفظة واحدة، هناك سرطانات بتكون منتشرة وفي غير منتشر، وبيكون في عندنا في منها جزء يعني هذا نحن اللي عم نحكيه ضمن حملتنا التوعية ضد سرطان الثدي، انه في إصابة سرطان يعني تساقط شعر يعني وفاة يعني كذا. لا هذا الموضوع صار نوع إصابة، ممكن كثير ناس صارت عندها إصابات وتعالجت وعاشت طبيعية بعد فترة واستمرت. النباتات الطبية تعطينا، هي ملهم إنها الحقيقة ملهم إنها للحصول على مركبات ممكن الاستفادة منها. ما يتعلق بسرطان الثدي اسم يعني باعتبار نحن عم نحكي عن المرحلة التوعية لسرطان الثدي، الأهم على الإطلاق هو الكشف المبكر. حينما نكشف بشكل مبكر عن الإصابة أصبح موضوع المعالجة بسيط جدا ويمكن تجاوز هذا الأمر بسرعة. لذلك هذا الموضوع مرتبط بالفحص الذاتي مثل ما أنتم لاحظت بعدة ندوات حكيت عن هذا الأمر، ما بدنا نكرر نحن، ولكن نتيجة الفحص الذاتي هو أحد العوامل الأساسية التي تساعد، بالإضافة إلى ما قامت به وزارة الصحة الحقيقة مشكورين بهذه الحملة واستخدام أجهزة المامو في عدة نقاط لفحص الإصابة. وبالنتيجة إذا ظهرت إصابة لا تعتقد أنه يعني عدد كبير جدا من الأشخاص مصابين وتمت معالجتهم. وهي نقطة، وبالمناسبة في أحد الفحوصات انعملت على يعني خلينا نقول جثث متوفية، شافوا بأنه نسبة عالية من الرجال بمنطقة ما مصابين كانوا بسرطان البروستات ولم يظهر عليهم، يعني كان السرطان موجود ولم يظهر عليهم وعاشوا حياتهم واستمروا. إذا ليست إصابة، لا حدا يخاف الموضوع بهذا الشكل هذا المخيف. صار هناك تطور بالعلم، المعالجة الصحيحة، وممكن خلينا نقول فيما سبق الوقاية هي العنصر الأساسي والأهم في الوصول إلى صحة سليمة. مثل ما قلنا دكتور، يمكن الكشف المبكر بيؤدي لعلاج وشفاء من مرض سرطان الثدي. خلينا ننتقل معك دكتور ونحكي عن أنشطة نقابة الصيدلة. وقريبا سيعقد المؤتمر السلام، للمؤتمر السلام الدوائي. خلينا نحكي عن هيدا المؤتمر، أهميته والسلام الدوائي اليوم قديش مهم. يعني نحن عم نحكي عن عن السلامة فيما يتعلق بالموضوع، خلينا نقول الأدوية والمواد الكيميائية التركيب الهدف، لأنه اليوم عم نلاقي في كتير قصص عم تفوت يمكن على البلد أو على بالصيادلة، بنلاقيها أدوية يخاف منها. السلامة الدوائية اليوم في ظل الحرب اللي عم نعيشها والاختلاط اللي عم نعيشه قديش مهم. تمام، هو العنوان يعني الحقيقة كتير مهم ويتسع لكثير من الأشياء. تم تزامن عقد هذه الندوة الوطنية الأولى للسلامة الدوائية والكيميائية بالتزامن مع طبعا العيد الوطني للبيئة الذي يصادف الأول من تشرين الثاني من كل عام. الحقيقة هو برعاية السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة مشكور السيد المهندس حسين مخلوف لدعمه الكبير واللامتناهي لنقابة الصيادلة وأنشطة، وأيضا بالتعاون مع جامعة دمشق كلية الصيدلة. الهدف الأساسي الحقيقة هو نقطة نحن عم نشوفها جميعا ولكن يمكن ما كانت تحت المجهر. نحن اليوم أين نذهب بالأدوية المنتهية الصلاحية والتي تم استخدام جزء منها وسوف تتلف بالمنزل؟ هذا سؤال للجميع. نحن اليوم ببيتنا أكيد كل بيت فيه أدوية انتهت صلاحيتها أو ما أنا مستخدمة، أو قطرة تم فتحها وبعدين استخدمت، أو شراب تم فتحه. هي اتلافة بالطريقة أنه نحن يعني نضع المحتوى مع مياه الصرف الصحي خاطئ،
أن نضعها كمخلفات تروح نحن مع القمامة وتعالج بنفس طرق معالجة القمامة العضوية كمان خاطئ، لأنه في بعض المواد الكيميائية الخطيرة جدا والتي هي وجدت أساسا تعريف الأدوية هي سموم، هي مواد سامة ولكن بجرعات محددة تصبح دواء. نعم. يعني بالنتيجة اليوم الجرعات الكبيرة من هذه المركبات يعتبر سام، وبالتالي نحن كانت الفكرة الأساسية من هذا الطرح من هذا المؤتمر أن نصل إلى إجابة على سؤالنا كيف سيتم جمع المواد المنتهية الصلاحية من المنازل ومن الصيدليات ومن المعامل، وكيف سيتم معالجتها فيما بعد، وما هي الطرق الأمثل، وخلينا نقول نحن عالميا ما هي الشروط والبروتوكولات الخاصة بمعالجة مثل هذه المركبات. لذلك بدأنا نحن بهذا خلينا نقول الملتقى الذي سيتم من خلاله بحث مجموعة نقاط. أول شيء تمييز النفايات عن بعضها الطبية، النفايات الخطرة والنفايات الأقل خطورة. إحنا الحقيقة في مبادرة قامت بها محافظة حماة، وهم نحن الشكر كمان موصول لسيد محافظ حماة دكتور حزوري محمد حزوري لما قدم حقيقة من دعم لجمع يعني النفايات الطبية التي تتواجد في المجتمع في مكان واحد يتم تصنيفه فيما بعد، وإيصال هذه الأدوية جزء منها إلى البحث العلمي وجزء الآخر يتم طمره أو حرقه وفق الشروط المعتبرة. هي نقطة أساسية اللي رح تتعالج من خلال المؤتمر. الحقيقة نحن اليوم في عنا مشكلة في هذا الموضوع في سوء استخدام بعض المستحضرات، مثلا شراب استخدم جزء منه وجزء الآخر ترك لفترة بعد سنة أو فترة. هذا الموضوع ممكن نحصل بشكل كتير كبير بالعديد من المنازل. كل بيت نحن في عنا دواء منتهي. نحن عملنا دراسة صغيرة على عينة صغيرة في دمشق، لاحظنا ما في بيت مرق معنا إلا وفيه أدوية انتهت صلاحيتها وموجودة وما بيعرفوا أنه انتهت. ولما بيخطر له بده مثلا مضاد تحسس بيعرف أنه في عنده علبة بياخذ منها، ممكن ياخذ بعض الأحيان هذا الدواء الذي انتهت صلاحيته وهو ما له خبر. لذلك لازم نعمل بكل بيت، أنا بنصح الجميع إنه نحن خلينا نرجع نطلع بصيدلية المنزل، في كثير من الأدوية قد انتهت غير صالحة للاستعمال قطعا ولا ترمى مع الهدا. كيف رح نعالج هذا الموضوع؟ حاليا نعمل على مبادرة بالتعاون مع الوزارة وزارة الإدارة المحلية وبالتعاون أيضا مع خلينا نقول كلية صيدلة جامعة دمشق. هدف هذه المبادرة هو كيفية جمع هذه خلينا نقول الأدوية المنتهية بشكل مستمر وكيفية إيصالها إلى المكان الصحيح، لحتى يكون عندنا بكل محافظة مكان واحد فقط للمعالجة وليس في كل دكتور مكان. دكتور يمكن الحديث مطول عن هذا الموضوع، ومثل ما خبروني الشباب وقتنا انتهى، بس حين انعقاد المؤتمر رح نكون موجودين بالندوة يوم الخميس الساعة 10 صباحا في جامعة دمشق بمدرج تشرين بكلية الصيدلة. أكيد كاميرا الأخبارية السورية رح تكون متواجدة معكم، رح نحكي عن هذا الموضوع بتفصيل أكبر بالحلقات القادمة. شكرا لك دكتور شادي الخطيب على وجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا دكتور.